وايش بلاها جمله؟ بلاها انها فقيره يا اخوي. فقيره؟ ما يكفيها شرف انه هي بنت الحكيم حران واخت الحكيم عفار. ابوي ما يفهم هالكلام يا عيد. ابوي يعتبر جوازي من جمله فضيحه. عوده عوده من هالكلام. تدري يا عيد، ابوي عمره ما حب ولا ذاق الحب بيوم من عمره، ولما تجوز امي تجوزها لنا بنت شيوخ وتملك المال والحلال، ويريد يا اخوي يجوزني بنت شيوخ حتى لو ما كنت احبها ولا طيقي اشوفها بعيوني. هويلي مكسى قلبه ابوك. لهالسبب يعيد ابوي يكره حران ويكره ولده عفار، لان احب جمله. يا اخو رجل فهمان مثل ابوك معقوله يفعل هيك فعال؟ تدري عيد، قول يا اخو قول وفضفض اللي في قلبك. كان ابوي مفكر يطرد عفار واهله من العرب. يطردهم من العرب؟ اي بالله، بده يطردهم من العرب حتى يبعد جمله عني ويفرق بيني وبينها. لكن المحل شغل باله خلاه يأجل الموضوع الوقت ثاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال الله يهديه، ومن هنا لباكر ما ندري ويش وده يصير. أنا ماشي يا خلف، ودك مني شيء؟ وين رايح يبا؟ رايح أخطب بدور لعقلة. نيتك راجدة بإذن الله، لا عاد سلم لي على خالي. علامك يبا، ليه تلد بي؟ تجوز يا خلف؟ جاوب على سؤالي، تجوز؟ ليه تجوز يبا؟ ليه؟ ليه الرجل يتجوز الحرمة؟ ليه؟ يتجوز مشان تطبخ له وتطعميه. بس مشان هيك؟ الرجل ما يتجوز الحرمة مشان تجيب له عيال يا خلف؟ اي يبا مشان هيك، بس انا استحي اقولها. زين، وانت ما ودك تتجوز ويجيك عيال؟ وانت جوزتني يبا وانا قلت لا. خلف، من هي من بنات عربنا تعجبك؟ ما انت حاطط عينك على وحدة منهن؟ ها؟ للا ما هي فارقة معي، كلهن مثل بعض. وإيش رأيك أخطب لك بدور بتخالك؟ يا حولها، زينة البنات ما شاء الله حولها. بس يبا عقلة يريد يتجوزها. انت حق بيها من عقلة، انت بخالها. وتقدر تخلص ليها من عقلة يبا؟ اي اقدر، بس هالكلام يظل سر بيني وبينك. انت اسمع تامر يوبا. يا الربع يا وجوه الخير، عقله فارس العشيره وزين شبابها، وانا يشرفني اعقد له على بنتي. حياك الله. حياك الله. وانا يا الربع اتشرف بالجواز من بدور بنت الشيخ بن شيحان، ووعده ان اكون عصاها اللي ما تعصاه وما خالفه ولو على قطع راسي. تسلم يا ولدي، تسلم. ووعدك يا عمي ان اكون سيفك لمسلط على رقاب عداك، وافديك وافدي العشيره بروحي من كل خطر. بلعون يا ولدي انك ما تقصر، بلعون انك فارس الديره وحاميها، وانك رجل تبيض الوجه وينشد الظهر بيك بساعه الشده. عقله يا عمي يحبك أكثر من روحه، من غير اليوم يوم كنت مريض مرض لمرضك. الله يرضى عليه ويمن عليه بثوب العافية. أذكر يا وجوه الخير يوم سفرنا نجيب الحكيم بن حران، كان عمي يمشي بالليل والنهار، وحين كنت أقول له على هونك يا عمي، على مهلك يا عمي، خلنا نرتاح ونريح الخيل، كان يقول لي هو سابق الريح يا طحامر يا طحامر، عم ابو بدور مريض والله سمح الله صار له شيء، يصير موتنا اخير من حياتنا من بعده. الله يرحمه.